اللغة بتكون الكسرة كده، واللغة هي وعاء المصطلحات كلها. الحين انتوا بتطوعونا وبتقولنا عدد اصحاب بدل وتقدر تقدر، وعشان كده في الصلاح قال يا عم المتوتر ده ما تدورش عليه. ليه؟ مع ان المظفر ده اقدم، بس هو شاف، والراجل ده برضه شاف، لكن ما قراش. الصلاح عالم يكون جديد، ممكن ما يكونش جديد. روي عن ابي المظفر السمعاني انه اعتبر الاتصال الاسناد اللقي وطول الصحبه. وعن ابي عمرو انا كنت عايز بقى لو بقى اتصل او كنت كتبت للشيخ محمد كنت اقول له هاتها دي من كتاب ابن المظفر سيدنا، لان هو هيتكلم في المصحف. جبتها ايه الكلام ده؟ لا الموجود خلاف اللي ذكره ابن رجب الصفحه يا سيدنا. يعني قال لي الحديث المعنن. بص يا سيدنا، قول فاما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به قبل منه اذا قال عن فلان، وحمل الامر في ذلك على السماع. لا ما عكس ابن رجب، ابن رجب بيقول انه بيشترط اللقي وطول الصحبه. هو هنا يمكن في كتاب تاني ده بس دول كويسين، ونقل اجماع جاب اجماع الحاكم. أيوة. وذكر الحاكم وابا عبد الله الحافظ في كتاب علوم الحديث فقال الاحاديث المعنعنه متصله باجماع اهل النقد اذا لم يكن فيها تدليس، عكس اللي ذكره ابن رجب. على الاقل لا مش عكس، هو نص القضيه او قصد فيها. وفي موضع اخر ليه برضو ذكر نفس الكلام واكده في شروط الحديث المتصل. ما ذكرش الطول؟ لا. قال واتصاله معتبر بثلاثة شروط ما ذكرش فيها الكلام ابن رجب. ذكر عادي ان العنعنة محمولة على السماع ما لم يكن مدلسا. يعني موافق لمسلم. طب انت لك قراية. حاول، لكن اهم شيء انك انت تفهم الحالة الى حلوة. في القواطع، وانا طبعا اللي عندي زي دي. انا الجزء الثاني، الجزء الثاني صفحه 2534، يعني ده 2534 وطول الصحبه اهي واحد. الجزء الثاني 534 قواطع الادله. الجزء الثاني ايوه 534 534 والموضع الثاني 598. ماشي بارك الله فيك. وفيكم بارك الله فيكم. اما نقول بقى قد وجدنا كذا ولم نجد طول الصحبه. نعم. ليه بقى؟ لان الشيخ ابن رجب اطلاعه اوسع منا. نعم. فربما يكون وقف لابن المظفر. نعم. ما عن المظفر على طول الصحبه. لكن هنا سيدنا هو بيقول معذره، بيقول ايه وحكي عن ابي المظفر، فاللي انا افهمه ان هو لم يقف على كلام المظفر انما نقله عن غيره. ممكن ممكن، فممكن النقل يكون اللي نقل منه هو اللي وهم. نعم. لكن على كل حال هي نص القضيه فعلا عند ابي المظفر. واحد يقول لك ايه احنا ما نقولش مصطلح الاصول بكتب الحديث. طب هم اصلا اتخلطوا قبل انت ما تتولد، هم مستنيينك انت تتولد عشان تقول ده تخصص وده تخصص. ما علم الاصول بيعالج كثيرا من قضايا المصطلح، وكنا نتمنى على علماء المصطلح الذين شرحوا الكتب ان يدخلوا هذا الكلام خاصه في المتواتر. يخرجون من كتب المصطلح ليس معنا ضابط للمتواتر. ليه يقول اصلا المتواتر مش من مباحث المصطلح، من مباحث ايه؟ هذا مباحث الاصول. يعني في حيط كده ساده بين الاثنين. ما هو دول ودول بيتكلموا عن مساله حديثيه. وعن ابي عمرو الثاني ان يكون معروفا بالروايه. ابو عمرو الثاني هو تقريبا الشيخ محمد مدينا، هو له كتاب اسمه ايه؟ الاتصال والانقطاع. نعم. كاتب صغير.
في حالة هنا على فين يا محمد؟ عارف سيدنا هو صف 65 طبعة الأصليين. ماشي. أدي يقول أبو عمرو الثاني. تقول ده بتاع قراءات. بتاع قراءات العلم ده ملهوش حيطان مبنية تحول بينهم ما دمت تريد أن تصل إلى حقيقة. لا يمنعك إلا إبليس. وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه الذي أنكره مسلم. ليه؟ لأنه قال طول الصحبة. هو حاسس كده الشيخ ابن رجب إن طول الصحبة شرط زائد، بس إحنا نشكره على ذكره له ونتمنى أن نقف عليه، يعني إما في نقل حتى ولو بالواسطة. وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام احمد وابي زرعه وابي حاتم وغيرهم من اعيان الكفار. لما يقول مقتضى الشيء يعني مش بنفس اللفظ، ولكن المعنى